واحد بيقول هل ينفع ان الواحد يسامح الشيطان او يصلي من اجله؟ لا طبعا، لان الشيطان عدو لله. انت تصلي من اجل اعدائك الخصوصيين، لكن لا تصلي من اجل اعداء الله. كمان صلاتك من اجل الشيطان هتنفع بايه؟ لا هتنفعه ولا هتنفعك. بيقول يعني يكون الواحد عنده محبة موسيقية للشيطان؟ يبدي ما بتتطرفش في المحبة. تحب الشيطان يعني تحب الخطيئة.